سويسرا الكاميرون. نبدأ، شلون شفت المباراة؟ المباراة شوطين. نعم. الشوط الأول نعم. الفريق الكاميروني استطاع أن يصل إلى المرمى وبسهولة، وكان بإمكانه أن يسجل على الأقل 3 أهداف. المساحات صحيح الفريق خلينا نقول الفريق السويسري ممتلك الكرة في نصف الملعب، لكن الفريق الكاميروني كان بالهجمات السريعة اعتمادا على بوتينج اللي هو إريك ماكسيم بوتينج. هذا اللاعب اللي شعره أصابع شعره كان اللاعب الأخطر خلال الشوط الأول، كان بإمكانه أن يسجل 3 أهداف. الشوط الثاني صفة مغايرة، يعني هسه احنا إذا نمشي مع الحالات بالكليب الأول مع نعم. الأخوة بالكنترول راح نشوف بالدقيقة مثلا بداية المباراة بالدقيقة 39 أول هجمة للفريق، نشوف الفريق الكاميروني بدأت هجمة من حارس المرمى اللي أشرت لي أنت بيه نعم. سجلت لي هاي الحالة نعم. ومن ثم توالت الحالات تقول فقط الفريق الكاميروني هو اللي يهجم هو اللي يوصل للمرمى. أنا لك ياها أنت مو كنت جاي بالطريق بس بعدين شاهدت ما أفرغها عليك يعني تستحق ويا الأخ علي فمن بدينا بدأت المباراة تقول الفريق الكاميروني هو اللي راح يسجل، هم اللي هو اللي يوصل للمرمى. الشوط الثاني هو سجل يعني بالنتيجه المهاجم سجل يعني هو سجل كاميروني يعني. ايه عافيه ولهذا انا وياك لو نطي العنوان نقول الكاميرون هزمت الكاميرون. نعم انا قلت بالمقدمه انت بعدك ما واصل قلت لهم بهدف لمهاجم كاميروني سويسرا تفوز على الكاميرون بكل تاكيد. وهذا افه التجنيس، وهذا هذا اللاعب امبولو هذا مولود بالكاميرون ايه ماخذ الجنسيه سويسرية ويلعب لموناكو الفرنسي زين بدليل هسه احنا راح نشاهد الهدف اللي سجله لم يحتفل. يعني انت تتصور هذا نوبل من عنده مهم سولفنا انا وياك بالتليفون هذا مو نوبل لا هو انت بمجرد انا هذا وجهة نظري الخاصة.